احنا كمعارضة في الحقيقة مكتوفي الأيدي بقوة القانون، مكتوفي الأيدي بقوة القانون، لأنه في حالة من هذا النوع وهي مسألة مستعجلة شنو يمكن دير المعارضة؟ كطلب دورة استثنائية. القانون كينص الا بغيتي تطلب دورة استثنائية في المادة 36 من القانون 113/14 اللي هو القانون التنظيمي ديال الجامعات. المادة 36 كتقول لك اودي ان الدورة الاستثنائية في امر مستعجل كتكون من طرف الرئيس او لا الى السلطات المعنية طلبتها او بثلث اعضاء المجلس. المجلس كيتكون من 65 والمعارضة بشقيها 16 ديال الاعضاء، يعني انها ما وصلاش للثلث ديال المجلس اللي هو 22، ما وصلاش ليه. اذا ما عندناش الحق اننا نطلبوا دورة استثنائية، ولكن مع ذلك وفي اطار الاستجابة لاحد الالتزامات ديال الرئيس في جلسات سابقة قال ودي واخا انتم ما عندكمش الثلث الا بغيتوا تطلبوا دورة استثنائية ديروا لي الطلب وانا غادي حنا درنا له الطلب. القانون كيقول انه فاش كيكون واحد الطلب ديال الدوره الاستثنائيه، اي القانون كيقول الا داروا هاد الثلث كيخصك تجاوبهم في اجل 10 ايام من بعد التوصل. دابا راه فاتت، درناها حنا نهار 23 حطينا الطلب، الى غايه اليوم ما كاينش اي جواب. من حقه لاننا حنا ماشي ثلث، ولكن كان يمكن له يقول لنا ودي راكم ما عندكمش الحق لانكم ماشي ثلث. وفي هذه الحالة غيكون كيتنافى أو لا كيتعارض مع ذاك الرغبة اللي عبر عليها في إحدى الدورات أننا مستعدين تعاونوا واخا أنتم ماشي ما عندكمش هذا الحق، أنا مستعد نعطيكم هذا الحق. هذا جانب. إحنا درنا هذه العملية في هذا السياق هذا لأنه فعلا الموضوع هو واحد الموضوع اللي هو مستعجل. ما تماش الاستجابة ليه، ولكن إحنا كنا كنتوقعوا هذه العملية هذه، لذلك إحنا درنا كذلك رسالة ثانية في اطار تحضير الدوره ديال فبراير واللي هي مازال بعيده، ولكن التحضير ديالها باش يمكن لك توضع فيها شي حاجه كيخصك توضع بشهر على شي طلب ديال النقطه خصك توضعه بشهر قبل من الدوره. حنا حطينا طلب ديال وضع هذه النقطه ونقطه اخرى في الدوره ديال 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 فبراير، وكنتمناو انه تتم الاستجابه لها طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل. وكذلك وحتى ما تفوتناش الفرصة أنه إلا مشات هذه النقطة هي ما دارهاش، حطينا أسئلة كتابية في الموضوع احتياطا، لأنه حنا كنتعاملوا في إطار هذا، وهذا عمل ديال 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 المجلس هو عمل سياسي نكونوا فاهمين، ولذلك خصك دير جميع الاحتياطات. حنا درنا جميع الاحتياطات إلى غاية الآن، هذه هي الإجراءات اللي كان يمكن لنا نديروها. حنا درناها علما أن هذا الموضوع سبق لينا ترناه في دورة سابقة شخصيا من خلال واحد 7 ولا 8 ديال الأسئلة كتابية اللي تبرمجات في الدورة وسولنا فيها على هذا الشيء. هذا كيظهر لي غتكون في 2017 ولا شي حاجة من هذا القبيل، وكانت ديك الساعة راه الأزمة كانت سارية المفعول، لأن الأزمة راه في الحقيقة ماشي وليدة اليوم. إذا هذه هي الإجراءات اللي درناها الآن كمعارضة. طيب هذاك واحد القضيه خصنا نوضعوا نقاط فوق الحروف. راه ما كاينش مسلسل ديال شد الجذب، هادشي راه حتى لهنا لهنا. دورة كانوا سمينها على عسل، وحنا كنعتبروا ان هاد الشركه شركه محظوظه من النهار الاول. هذه شركه محظوظه من النهار الاول، راه المشاكل راه كانت قبل من 2017. راه المشاكل كانت قبل من 2017 ماشي 2017. راه هو الى غايه 2018 جاب لنا في دوره استثنائيه، كان دار دوره استثنائيه وجاي فيها نقطه ديال انه يزيدهم 7 سنين اخرى، باش نكونوا متفاهمين على هذه العمليه هذه. وماشي غير هذا الشيء، هذا راه سبق لي قلتها في لقاء سابق، هذا راه واحد الموضوع اللي من الخاميه خرج مايل. هذه واحد الشركه محظوظه جات في ظروف بحيث انه راه الامتيازات اللي تعطاتها راه ما تعطاتش لشي شركه اخرى. راه الكايت شارج اللي كيدخلوا عليه فيه الخطوط وفيه كل شيء موضح وفيه الشروط والالتزامات والحقوق والواجبات، ولكن هذه الشركه راه من نهار اللي جات راه بدلوا ليها داروا ليها 3 المراحيق كيغيروا ليها الخطوط كيفصلوا،
ومن غير داكشي هذاك راهي الشركه الوحيده اللي في الملحق من بعد ما بدات في 2000 في الاخر ديال 2012 وفي 2012 في 2014 جاب ليها ملحق كيرخص ليها انها تدخل القديم ودخلت القديم الخرده دخلته هنا للمدينه على اساس ان ذاك القديم ما غاديش يبقى مستمر انه هو جا كيقولوا جا رخصوا ليها ب 40 ولكن اللي كيدور في القنيطره بالقديم راه اكثر من 40 على اساس ان 21 غادي تخرج بحالها في 2015 وال 20 اخرى تخرج في 2016 راكم كتعرفوا ان راه باقيين راه البلايك ديالهم ديال مكناس وديال طنجة وديال الرباط وكذا راه باقيين هنايا راه كاينين مازالين الى غايه الان كيدوروا في القنيطره ولذلك انا كنقول ان هذه واحد الشركه محظوظه تعطي واحد العدد ديال الامتيازات من خلال ذاك المراحق اللي كانت كدار في اطار قانوني ولكنه راه لو كان ذاك الشركات اللي شركه النهار الاول قلتي ليها غندير معاك هاد الامتيازات وما غتخدميش بهذا الشيء راه كان يمكن تكون العرض ديالها يكون احسن هو ولذلك ما نقولوش ان المشكل راه عاد بدا دابا راه المشكل في الفتره الاولى شركة سنة دعت المجلس البلدي وعلى ذكر الدعوة راه الشركة اللي مشات لها راه داعية المجلس البلدي وراه رابحة ابتدائيا واستنافيا وراه الحنك في النقد راه في النقد راه تقريبا على حساب على ما اعتقد الا ما خانتنيش الذاكرة ديالي راه فيه شي 4 ديال المليار اللي خصها تخلصها البلدية ايوا نزيدوا هادي على هادي شكون الضحية في هادشي؟ الضحية هو المواطنين والعمال ديال الشركة لأن الطريقة باش مشات الشركة الأخرى هي اللي خلاتها أن ما تعطيش ذاك العمال المستحقات ديالهم ضاعوا العمال في المستحقات ديالهم وهي نفس الطريقة اللي غادي يمشيو فيها دابا باش عاوتاني هاد العمال غادي يكونوا عرضة للتشرد والضياع واستهدار الحقوق انا اعتقد انه ما كاين الا هاد الاجراءات ما كاينش اجراءات اخرى كان كيخص هاد الشيء كان كيخصو واحد العمليه استباقيه ما يمكنلكش تجي دابا وتوقف دابا وان كان راه هذا واحد الموضوع راه الشركه دارت البلاغ ديالها كتقول انا ما وقفتش هادشي كله على كل حال هذا موضوع كيبقى بيناتهم راه من بعد غادي يجي الوقت اللي غادي كل حاجه غادي تبان فيها شكون اللي عنده الحق وشكون اللي ما عندوش الحق هذا الشيء كان كيخصو اجراءات استباقيه نهار اللي جاو للمجلس البلدي في المرحله الاولى راه ما جاوش وصيفطوا الشركه بوحدها راه بقاو على الشركه بلي بيناليتي وكذا وكذا ودخلوا شركات ودخلات هذه الشركه كتخدم والشركه الاخرى باقه راه ما مشات الشركه دخلات كتخدم راه 2012 خدمات و2013 حتى الاخر ديالها ولا شنو هو عاد مشات الشركه الاخرى راه العقد راه مقسوم على جوج راه النهار اللي دخلت هذه الشركه دخلت غير ب 12 خط وداك 12 خط راه دارت على اساس انهم ما يقيسوش الخطوط ديال الاخرى وان كان تقريبا نفس الخط غير هو كتبدل له شي زنقه ولا شي درب وما كيبقاش نفس الخط على اساس انه في المرحله الثانيه مشاو واحد الخمسه ديال الخطوط اخرين لان سالت المده ديالهم ورجعوا للشركه ديال لا كرامه ومن بعد المرحله ومرحله اخرى عاوتاني 12 خط هي ولات 29 خط في المجموع اللي عند الشركه واللي هي من النهار الاول ما مخدمهمش كاملين ولذلك راه الخلل راه ماشي اليوم عاد بادي راه شحال هادي ولذلك دابا اللي كي حنا لوك ما عندناش الامكانيه ديال الاطلاع على الوثائق باش نعرفوا حتى هاد لي بينياريتي اللي داير المجلس فوقاش بدا كيديرهم فوقاش الخلل حنا عايشينه من النهار الاول ولكن واش لي بينياريتي والاجراءات كانت من النهار الاول هذا هو السؤال اللي كيبقى مطروح واللي هما اللي كيمكن لهم يجاوبوا عليه حنا ما عندناش كيفاش نديروا نجاوبوا عليه هو بالنسبة لهذا التصريح ديال السيد الوزير المنتدب في مجلس المستشار راح نسمع له واضح ولكن حنا بالنسبة لنا كمعارضة اللي كنتبعوا الوضع هنا حنا راه ما نحتاجوش نمشيو للتصريح ديال السيد الوزير المنتدب المادة 45 من دفتر الشروط والتحملات كتقول أن الرئيس عنده صلاحيات مطلقة في المراقبة إما مباشرة أو بواسطة مصلحة ديال الديمومة ولا ديال المداومة اللي هي تابعة ليه تحت وصايته تحت سلطاته
بواسطه الاعوان ديالو الموظفين ديالو، وكيمكن له كيمكن له يستعن اما يدير دي زوديس او لا يدير دي زيكسبيرتيز او لا يدير دي فيريفيكاسيون، يعني التحريات ولا تحقيقات وخبرات ومحاسبات. هادشي كيعطي القانون انه يديرو. واش داروا ولا ما داروش هذا موضوع اخر، هذا من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه في هاد الماده هذه كذلك لا يحق للمفوض له انه يحتج على هذه الاجراءات، بل انه هو مطالب باش يعطيه جميع الوثائق الماليه وغير الماليه المرتبطه بالتدبير ديال هاد المصلحه هذه. كذلك الماده 46 اللي هي كتخلق له هاد كتنص على احداث هاد المصلحه ديال الديمومه ديال المراقبه والتتبع، والماده 47 اللي كتخلق لجنه ديال التتبع واللي هي كيكون فيها الشركه والمجلس وسلطات الوصايه. سؤال اخر، فين كان هاد الشيء هذا؟ واش هادشي كان خدام؟ واش ما كانش خدام؟ شحال ديال الاجتماعات داروا؟ واش كانوا كيداروا بشكل منتظم ولا ماشي بشكل منتظم؟ حنا مع الاسف ما عندناش الامكانيه ديال اننا نطلعوا على هذه الوثائق. يعني انا في الحقيقه ما عندي ما نفيدك، لانه في اخر تصريح ديال سيدنا نائب الرئيس كيقول انه دار لهم لا ميزون دومور، وفي البيان اللي طالع هنا عليه هما كيقول لك اودي حنا ماشي حنا اللي مشينا. هذا واحد الموضوع في واحد اللبس، وحنا ما عندناش كيفاش غادي يمكن لنا حنا في هذا حنا دائما كنرجعوا غير لكي تشارج. حنا في هذه الحاله هذه الا فعلا فسخ معاهم العقد هكذا بهذا الشكل، مع ذلك راه شركه خصها تكون ملزمه انها تبقى مستمره حتى تدخل الشركه الاخرى. واش هذا الشيء غادي يوقع ولا ما غيوقعش؟ واش هذا الشيء هو يعني كيفاش هذه العمليه هذه؟ راه ما باغيش نتهم شي حد، ولكن انا بالنسبه لي اللي رابحه فيها هي الشركه، لانها دابا غادي تمشي بحالها وعاوتاني غادي ترمي ذاك العمال وكذا الى اخره، ولا وهي غادي تمشي تدعي وهي غادي تولي متابعه بحال اللي وقع في حالات اخرى. لذلك انا كنقول ان هذا الشيء واش هذا الشيء ماشي مخدوم؟ ما عرفش انا، لانه ما نعرف. حنا فين ما كتقرب الانتخابات كيولي عندنا مشكل ديال الطوبيسات، عاد كيولي بحده. بالنسبه لي في هذه الحاله هذه راه في الكاي شارج دابا ما عندهم الا حل واحد، هذا الوضع هو غيستمر بهذه الطريقه، وهما خاصهم يمشيو يقلبوا على شركه يجيو يتفاوضوا معها مباشره. عند غادي يولي عندهم هذا الحق هذا بقوه كاين بند من البنود في الكاي شارج اللي غادي نعطيهم هذا. ايوا حنا غادي ندخلوا عاوتاني لشي شركه اخرى محظوظه بطريقه او باخرى، اذا ما غاديش نحلوا المنافسه او كذا. مع الاسف بكل اسى واسف ان بعض المرات الشعارات اللي كتاخذ ماشي هي اللي كتنفذ، لانه كان دائما الهاجس عند الاخوان المسؤولين، وهو يعني في فترات سابقه انه كيخص الشركات متعدده وكيخص تنافسيه وكيخص كذا وكيخص كذا. داكشي كله مشى ادراج الرياح ما بقاش، بل ان حتى المرحله الانتقاليه اللي كان يمكن بحال اللي داروا هما مع شركه ديال الهانه تدريجيا حتى دخلت الشركه وكذا الى اخره عاد مشات الاخرى. انا كنتسائل هادشي اش كنقول اودي، هادشي راه كان كيخصو اجراءات استباقيه، خصوصا وانه من النهار الاول هادي بانت شركه انها عاجزه وما قدرتش تساير وما ما حددتش الحد، ما حققتش حتى الحد الادنى باستثناء واحد ما عرفتش هو 60 ولا 60 طوبيس اللي انطلقات بها النهار الاول. من تماك ما حققتش الحد الادنى ديال الالتزامات ديالها حسب دفتر شروط التحمل، دفتر شروط التحملات. واش غادي احنا في وضعيه مزريه، المواطنين على مختلف المستويات، عمال طلبه تلاميذ موظفين كل شيء في في يعني عنده هذا الهاجس. كنتمناو فعلا انه هذا الشيء ديال هذا النقل بهذه الطريقه اللي دخلات فيه السلطه باش نكونوا متفاهمين، اللي تم توفيره حتى ما يوقع شي ما لا تحمد عقباه،
ديال الحقيقه، وان كان اللي متضرر منه هو ذاك التلميذ اللي كانت عنده البطاقه ومخلصها، هو ذاك الطالب، هو ذاك الموظف اللي حتى هو كان داير الخيارات ديالو، وهو واحد العدد ديال 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 المواطنين اللي ما بقاوش كيلقاو فيه ينتقلوا، وهو اللي تزاد عليهم بطريقه غير مباشره من ثلاثه ديال الدراهم ونص لخمسه ديال الدراهم، ورغم تكاليف المعيشه اللي هي قاهرهم، هما اللي متضررين. كنتمنوا على الله انه خاصنا شي معجزه باش هذا الشيء هذا يتحل، الله يدير تهويل الخير لهذه المدينه.